في جزء جدول ابو فهد معليش سم. في فتره سابقه طبعا سير فواز خرج فضائيا، وطبعا هو اكيد يتكلم من يعني ارقام ووثائق موجوده عند الرجل لانه مسؤول في هيئه الرياضه، وقال ان ديون النصر 240 مليون الان. يعني هل الخبر هذا المبلغ؟ اي نزلت لانه الى كم؟ يعني يمكنها نزلت الأربعين اللي الزياده ذي او اكثر شوي، يعني بحكم انك انت احنا سدد طبعا سؤال الاخطار يقول كم الرواتب كانت الى نهايه 6، بعدين عشان نسجل في الشتويه داخل ضمن الرواتب دفعنا 7 و8، بجيك في الكلام، دفعنا 7 و8 اسوه ببقيه الانديه. الان كل الانديه واغلبها عندها من شهر اوغست الى يومنا هذا ما دفعوا رواتب. اوف، هذا اغلب الانديه. فاحنا عشان نسجل الموسم الجديد على الاقل فينا لا يقل عن 10 رواتب يعني حتدفع للاعبين. اما المقدمات، المقدمات هي اللي كان فيها تاخير كبير، اما الرواتب لا يمكن يسجل اي نادي او يستقطب اذا لم يسدد رواتب، فهذا اللغط بس اللي كان عند بعض الناس. طيب الاسبوع الماضي سددتوا 6 قضايا صح؟ تقريبا اللي هي كان بديتوا فيها؟ لا، وفي معها يونس مختار، يونس مختار كانت ايضا من القضايا الحرجه. ايه اللي يعني من يوم تكليفي الحقيقه وانا كنت قلق جدا منها، لكن لم نتوصل الى اتفاق او نصل لل يعني لل مع 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 الطرف الدائن الى حل. في الاربع اسابيع الاخيره تم ارسال محامي النادي والتعاقد، تعاقد النادي مع مكاتب استشاريه على مستوى عالي قانونيه دوليه. كرسنا كل تركيزنا وثقلنا على هذه القضايا الحرجه اللي كنا احنا نعرف مدى خطورتها. وانا يعني حتى اول ما انتهى تكليفي كنت يعني بلغت الاخ سعود بالقضايا الحرجه، ولما رجعت دخلت في الاداره استكملت العمل السابق واستكملنا العمل اللي مع المكاتب الاستشاريه اللي تعاقدنا معاها. اوكي. وبحرص واهتمام كبير من ايضا الاخ سعود بانه هذه القضايا عشان ما تفاجئ عملنا القادم وتحوس يعني الطموح الكبير اللي احنا جايين على شانه. فصار في تشكيل لجنه من قانونيين ومن عاملين في النادي ومن اشخاص ذو خبره لحصرها داخليا، هذا عندنا احنا في النادي ما لنا علاقه احنا في الهيئه. وحصرناها الان عندنا يونس مختار تم تجاوزه، امامنا ايفرتون وفلامينغو و كانافارو وكانافارو مساعد، وعندنا يعني لو حسبنا فلامينغو وكانافارو مساعد وايفرتون هذه 4 قضايا حساسه كلها ان شاء الله في طريقها للتسويه. يعني اقدر اقول ما ابغى اقول انتهينا لانه فعليا ما بعد جانا شيء، لكن كاتفاق اتفقنا في المراحل الاخيره هذه. اذا تجاوزناها، اذا تجاوزناها وان شاء الله نحن متجاوزينها، لا يقلق لا يقلق جمهور النادي. ابو فهد، هل فعلا في واحد من اللعيبه له مطالب 50 مليون سعودي؟ ما ادري. لا لا، ولا سعودي ولا اجنبي. لا لا، اجنبي ولا اجنبي، ما في ولا احد. لا عفوا ابو فهد، لما انت تقول لما تقول انت القضايا حرجه، يعني الى اي مدى يصل مثلا العقوبه اللي بتحل في النادي لو يعني هذه في هذه اغلبها قضايا يعني تمنعك من التسجيل صح؟ اللي انا ذكرتها لك، ولا ما عدا ايفرتون. ايفرتون حيصدر قرار فيه غرامه ماليه وحنستأنف وحيطول المدى وحتاخذ وقت، لكن كانافارو وفلامينغو الدفعه الاولى هذه قضايا فيها منع تسجيل. فأنا وايضا هي من ضمن متطلبات الرخصه الاسيويه، يعني في كثير من القضايا لها علاقه بمتطلبات الرخصه الاسيويه، فحلها القضايا الجايه هذه حيكون مريح لنا ماديا وحتى بمتطلبات الرخصه الاسيويه. طب انا بسالك اخر سؤال عن النصر. نعم. وابغى اغلق هذا الملف الا اذا في حد يبغى يسال عن النصر عشان بس الوقت ما يدهن.